معنى اتصال هاتفي اتصال بالنسبة لي أستاذي، فمعنا على الهاتف سعادة الأستاذ محمد سلام، مدير عام قنوات إقراء الفضائية. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد، كيف حالكم؟ والله الحمد لله في خير ونعمة وفضل من رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. في البداية أقول لك كل عام وأنتم بخير، وكذلك نقول لكم عظم الله أجركم في وفاة سعادة الشيخ صالح بن عبد الله كامل، مدير مؤسس قنوات إقراء الفضائية ومجموعة دلة البركة، فعظم الله أجركم. جزاكم الله خير، عظم الله أجرنا جميعا، وأجر لأنه يعني كثير من العاملين في إقراء يعتبروا الشيخ صالح والدهم ومعلمهم ورجل يعني يعرفوه جيدا، مؤثر في كثير منا يعني رحمة الله عليه. اللهم آمين، ربي يغفر له إن شاء الله ويرحمه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج وجميع البرامج التي قدمت في قناة إقراء هي شفيعة له، وهي إن شاء الله في ميزان حسناته. آمين يا رب العالمين. أستاذ محمد، ونحن الآن في هذا الاتصال الهاتفي ودي أسألك، يعني كذا أخرج معك، إقراء ما شاء الله تبارك الله في هذا العام، وودي أسألك عن برامجها في قناة إقراء لشهر رمضان المبارك. كلمنا عن البرامج، ما الذي قدم فيها؟ ما هي البرامج المميزة التي قدمت كعادتها ما شاء الله تبارك الله في كل سنة قناة إقراء؟ حقيقة أولا يعني أحب أسلم على شيخنا الحبيب ومعلمنا وتاج راسنا، أستغفر الله، الله يبارك فيك، شيخنا الدكتور أيمن سويد. الله يحييك أستاذ محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لا شك أنه هو أيقونة هذا البرنامج، وهو السبب الرئيسي في نجاح البرنامج بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وأعرف أنه نحن يعني أتعبناه في هذا البرنامج، أنه يحضر كل ليلة لمدة 28 يوم ويلتزم بهذا البرنامج، كان صعب عليه، ولكن ما نقول إلا الله يجزاه كل خير. الله يسلمكم، التعب اللذيذ هذا يا سيدي، الله يبارك فيكم. الله يجزاكم خير يا دكتور وبارك فيكم، ويكتبوا في ميزان حسناته. الله يحفظكم بارك فيكم إن شاء الله. أما الشيء اللي تفضلت فيه أخي إسماعيل، فأنا أولا أحب أبارك وأهني لكل جمهور إقرأ في كل العالم بقرب حلول عيد الفطر السعيد بكل ما فيه من معاني ورمزية في هذه الظروف التي حبسنا جميعا في بيوتنا لنعيد مع أهلنا فقط، لا نخرج لا ندخل، نصلي العيد في بيوتنا كما يعني أباح العلماء، نقترب من أهلنا أكثر. هذه الجائحة وهذا الوباء بقدر ما فيه من سلبيات فيه إيجابيات، وكل ما يأتي من الله لا يعلم الخير الذي فيه إلا الله، وسنعلم ما هو الخير وما هو حكمة الله من هذه الجائحة وهذا الوباء، سنعلمها بعد حين، ولكن كل ما يأتي من الله خير. وأهني الجميع بقرب ختام وإتمام صيام هذا الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر السعيد، أهني فيه الجميع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع هذا الوباء وهذا المرض عن العالم أجمع. وكما أرانا الله عجائب قدرته في هذا الوباء والمرض وتوقف العالم كله لأكثر من شهرين، ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الفضيلة، ليلة الوترية، ليلة الجمعة، التي نرجو أن تكون ليلة يستجاب فيها الدعاء، كما أرانا الله قدرته في هذا الوباء أن يرينا قدرته في رفع هذا الوباء عن العالم أجمع، عن العالم أجمع، وإن الله على ذلك لقدير إن شاء الله. إذا أراد أن يقول لشيء أن يكون، كن فيكون. أيضا أشكر فريق عمل قنوات إقرأ الفضائية في كل أنحاء العالم الذين ساهموا في تقديم برامج إقرأ على مدى العام وخاصة في رمضان.
للأسف أن الإعلام لا يصلح أن يكون فيه العمل عن بعد، إلا بالعكس، كان كل زملائنا وزميلاتنا في مكاتب قنوات إقرأ في العالم يعملون من داخل الاستديوهات ومن داخل المكاتب ربما أكثر من السنوات المعتادة. وبعض الزملاء اشتغلوا طوال الثلاثة شهور الماضية 90 يوم بدون إجازة وبدون توقف ومن البيت ومن المكاتب. لا أود يعني أن أخص أحد، ولكن فريق عمل القناة في السعودية، استديوهات قناة في جدة، لهم شكر خاص جزيل على إخلاصهم في العمل طوال 28 يوم الماضية من رمضان يوميا. أنا أعرف صعوبة الظروف اللي نعيشها، ومع ذلك كانوا حريصين، وكانوا يعني حسب ما شفت وسمعت مبسوطين جدا من مشاركتهم في هذا البرنامج. وقبلها كانوا شهرين مشاركين في كل برامج إقرأ اللي ظهرت. فأنا أشكر الجميع وأقول الله يكتبها في ميزان حسناتكم أجمعين بإذن الله. أما الشيخ صالح كامل رحمة الله عليه، الذي توفاه الله في ليلة مباركة، نسأل الله أن تكون خاتمته الحسنة، هو تلخيص لما عملوا في حياته. لعل بينه وبين الله خبيئة، أن يتوفى في العشر الأواخر من رمضان وهو على سجادة الصلاة، وأن يدفن في مكة المكرمة في يوم 27 رمضان الذي تعود من صغره أن يكون في مكة. وأقول هذا الرجل لم يكن صاحب أعمال، ولم يكن صاحب شركة، ولم يكن صاحب عمل. بالنسبة لنا، لي ولكثير من الناس، وربما يصحح لي الشيخ أيمن لأنه أيضا كان قريب من الشيخ صالح، كان معلم وكان موجه وكان أب وكان حريص على كل واحد فينا، يسأل عننا في السراء والضراء ويوجهنا، وحتى عندما يؤنبنا إذا أخطأنا أو يصحح لنا، كان يصحح لنا بروح الوالد والأب والمعلم والأستاذ وليس صاحب العمل. لذلك كل من حوله تأثر برحيله، ولكن ما أفرحنا وعزاءنا هو حسن الخاتمة التي كتبها الله له في هذا الشهر الفضيل. شيخنا الدكتور أيمن سويد، أنا لا أعرف ماذا أقول لهذا الرجل ولهذا الإنسان على مشاركته ومساهمته في إنجاح هذا البرنامج الذي لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الله. وجوده الله بإخلاصه الله يسلم. وبحرصه وبأمانته الكبيرة رغم الضغوط التي وصلت، فأعرف يعني وصلت الضغوط وصلت كذا، ولكنه ظل حازم وحريص مع فريق لجنة التحكيم المساعدة والمساندة له، يراعي الله أولا وأخيرا في اختياراته، وكل الاختيارات التي اختارها يعني أنا متأكد تماما أنه اختارها في تقوى من الله، وبدون أن يعني يأخذوا لومة لائم في أي أحد. إن شاء الله. لذلك هذا البرنامج هو برنامج الشيخ أيمن. استغفر الله سيدي. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، بارك فيكم. والله هذه فكرتك يا سيدي أبو فيصل، هذا البرنامج يا أخواننا فكرة الأستاذ محمد سلام أبو فيصل، الله يحفظه، فكرته وتشجع لها وشجعني عليها. بالأول أنا كنت متخوف، ويعني قلت له شوفوا غيري يقدموا، يعني ما أنا بهذا السن ما أصلح للمسابقات ولا، لكنه أصر هو والأستاذ محمد الجعبري الله يحفظهم، وأكرموني هذا الإكرام بالأخ إسماعيل الله يحفظه. يعني الحقيقة جوهرة والله،
والله أقولها صادقا، إسماعيل الشبلي الله يحفظه جوهرة، وأنا سعيد جدا بأنني أجلس معه وأتحاور معه، وإذا كانت النفوس صافية انعكس هذا على الجميع إن شاء الله. والله هذا كرم منك يا شيخ. الله يسلمك ويبارك. فشكرا لكم يا سيدي أبو فيصل، الشكر لكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله يا سيدي. أكرر شكري الجزيل لكم شيخنا، وبإذن الله يعني ربما لما كنا نتكلم ونتناقش في تفاصيل الموضوع ده، لا أنا ولا جنابكم كنا نتوقع هذا الكم الهائل من المشاركات والاتصالات والنجاحات، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك. إذا أراد الله، إذا النية إن شاء الله ندعي نزعم نية خالصة لوجه الله. آمين. بغرض خدمة حفاظ كتاب الله، خصوصا في هذه الفترة اللي توقفت فيها المسابقات وتوقفت فيها المنافسات وتوقفت فيها المشاركات، وربما تتوقف أشهر يعلم الله مداها. أكرمنا الله بهذه الفكرة ليشارك أهل القرآن في العالم، وربما يعني الأعداد التي وصلت تعرفونها شيخ أيمن، نعم، أعداد كبيرة فاقت الوصف وفاقت ما شاء الله يعني توقعات. يعني تتذكر يا شيخنا الحبيب لما تكلمنا في البداية وكان واحد من الهواجس، يعني كم حيشارك معنا، كم شخص حيشارك، 10 20 50 100، جاتك عشرات الألوف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، هذا فضل الله، هذا فضل الله. وأكرر شكري. نرجع لسؤالك يا أستاذ إسماعيل، أنت سألتني إيش؟ والله أستاذ محمد ما شاء الله تبارك الله يقولوا المدرسة الإعلامية أستاذ محمد، فما شاء الله تبارك الله يمكن غطيت كل الجوانب وكل الأسئلة، فأبغى أسألك كده في سؤال كده سريع. برامج قنوات إقرأ في رمضان تميزت، فممكن تحدث السادة المشاهدين عن أبرز البرامج التي تميزت في هذا الشهر الفضيل؟ والله يا أخ إسماعيل، الحقيقة كان عندنا مجموعة برامج متميزة، ونظن أنها هي التي ستحقق المشاهدة الأعلى في برامج إقرأ، وأعددنا لها من فترة طويلة. وبرنامج تراتيل رمضانية يعني كان واحد من البرامج، ويعني ولجهلنا وربما لقصر في استيعابنا للأمور ما كنا نتوقع أن برنامج تراتيل رمضانية سيكون أحد أبرز وأهم هذه البرامج، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. حقيقة برنامج تراتيل رمضانية الآن هو البرنامج الأعلى مشاهدة والأكثر يعني طلبا، ومقاطع الأعلى مشاهدة على السوشيال ميديا. فسبحان الله، يعني هذا كلام الله، وهو يعني سبحان الله يعني يفعل ما يريد، وهذه بركة القرآن أستاذ محمد. سبحان الله، بركة القرآن وأهل القرآن، اللهم لك الحمد. أما طيب، البرامج الأخرى طبعا يعني تميزت لا شك، برنامج فتاوى رمضانية للشيخ عبد الله المصلح، وهذا العام لأول مرة يكون 30 حلقة من المدينة المنورة من جوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، حلت بركة الحبيب عليه الصلاة والسلام على البرنامج وعلى الشيخ عبد الله المصلح، حتى كنت أكلمه كل يوم أقول له يا شيخ عبد الله لم أراك بهذا الإشراق وبهذا التميز وبهذا السمو كما أراك الآن، قال لي بركة وجودي في المدينة المنورة. يا سلام. فكان أيضا برنامج متميز ومشاركاته عالية جدا ورائعة جدا، وأشكر الأخ وائل رفيق زميلنا في المدينة المنورة اللي قام بإنتاج البرنامج رغم صعوبة يعني الظروف والوضع. برامج أخرى أيضا تميزت بفضل الله، برنامج الدكتور محمد نوح القضاء، برنامج الدكتورة رشا نبيل، كان برنامج رائع، الأدب المفقود. تميزنا حتى في برامج الأسرة مثل برامج عيش وملح وبرامج التقنية وبرامج كاتب وكتاب، حاولنا قدر الإمكان يكون في خلال الوجبة الدينية من البرامج هناك وجبات تثقيفية متنوعة
تضفي الجوانب يعني التنوع للأسرة، يجد في القناة برامج دين ودنيا بما يتوافق مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عن العبث بروحانية الشهر الكريم، بعيدا عن المبالغة والمغالاة في يعني العبث ب حتى بمشاعر المشاهدين الصائمين القائمين، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. فأرجو أننا تميزنا، وأبشركم إنه الحمد لله رب العالمين قناة إقرأ في حسب تقارير شركة إبسوس كان ترتيبها 10 أو 11 في خلال شهر رمضان من بين أكثر من 2000 قناة، وكان برنامج تراسيل رمضانية أحد أعلى البرامج مشاهدة في البث الرئيسي وفي إعادة الساعة 1 ظهرا. وهذا يمكن الكلام أول مرة أقوله. ما شاء الله تبارك الله. فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ببركات المحبين لإقرأ في كل أنحاء العالم، وببركات الفضلاء والطيبين أمثال الشيخ الدكتور أيمن سوي. الله يحفظك، طول عمرك، يبارك فيك أخي أبو فيصل. الله يحفظكم. اللهم آمين. أستاذ محمد، أنا ودي في ثواني قليلة كلمة سريعة للمشاركين، ثم سأشكرك على هذا الاتصال المميز. إذا ممكن نوجه كلمة سريعة للمشاركين في هذه المسابقة. والله يا أخي المشاركين والمتسابقين كما قال، يعني ما لا نقول لا نزيد على كلام شيخنا الشيخ أيمن سويد، إنه كلكم فائزين ونحن في الخير متسابقين ونتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلكم فائزين، ليس فقط لأنكم ظهرتوا على شاشة قناة إقرأ، ولكن لأنه استمع لكم وعدل علي على تلاواتكم رجل في مقام وفي مكانة الشيخ أيمن سويد. هذا رجل، هذا يعني حظ ونصيب لا يحصل عليه أو لا يصل إليه الجميع، إنه يعطيك الملاحظات يعني مباشرة. الشيخ أيمن سويد هذا يعني من فضل الله عليكم، وأنا أعد بإذن الله إن هذه المسابقة بدأت هذا العام ولن تتوقف إلا إذا شاء الله. الله المستعان. في رمضان هذه المسابقة ستكون معنا، إذا طبعا كان الشيخ أيمن سويد معانا إن شاء الله، إن شاء الله يكون معنا في السنوات القادمة ما نستغني عنه. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. الله يرضى عليك يا أستاذ محمد. مبروك للجميع، وألف مبروك لمشاركاتهم، وموفقين دوما. وعلى فكرة عدد المشاركات الكبيرة اللي وصلنا عرض منه حوالي 250 مشاركة، ولكن جميع المشاركات الباقية المجازة والصحيحة شرعا وتلاوة، أفكر أنا والزميل محمد الجعبري وبقية الزملاء في إدارة الإنتاج لكي لا يضيع جهد هؤلاء الناس والبشر، وتشجيعا لهم أن تبث جميع هذه التلاوات على قناة إقرأ أو على السوشيال ميديا إقرأ، لكي يستفيد منها الناس ويشاهد الناس حجم الأبناء والبنات من الصين واليابان إلى كندا وأمريكا، مرورا بكل هذه الدول، كيف أراد الله أن ينتشر القرآن وأن يكون قراء وحفاظ في كل أنحاء العالم من الماء إلى الماء. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بإذن الله يكون يعني هذا يكون في برنامج لنشر كل هذه التلاوات بإذن الله على شاشة إقرأ وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لحبيب. يا رب يسرها. شكرا لك استاذ محمد، ما قصرت ما معانا. قبل ما اغادر بس طبعا انتم يعني انا طلبت تحضير مفاجاه للدكتور ايمن سويد قبل ما نختم البرنامج، فان شاء الله انها تكون جاهزه. جاهزه ان شاء الله باذن الله ومحضره.
وهذه هدية بسيطة مننا لهذا الرجل. استغفر الله. الذي لا نفيه حقه في الشكر. استغفر الله. استغفر وفي الثناء على مساهمته العظيمة معنا في هذا البرنامج. سيظل إن شاء الله الركن الركين في كل البرامج في السنوات القادمة إن شاء الله. إن الله كتب لنا عمر وعافية. إن شاء الله. الله يبارك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. نسأل الله القبول. آمين. اجمعين يا رب. جزاكم الله خير. الله يحفظك. شكرا لك أستاذ محمد. إذا كان معنا عبر الاتصال الهاتفي سعادة الأستاذ محمد بن أحمد سلام، مدير عام قنوات إقراء الفضائية.